السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من الاخر الخلاصه. لو اول مره تزورنا في القناه يا ريت تشترك في القناه بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار باذن الله تعالى. متابعينا الكرام موعد مباراه الدحيل امام السليه في الجوله الثامنه من الدوري القطري او دور نجوم قطر. متابعي الكرام المباراه يكون باذن الله تعالى اليوم الثلاثاء 8 12 2020. المباراه برأيكم على الساعة الرابعة والنصف عصرا أو مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا. الساعة الخامسة والنصف الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية وقطر قطر طبعا ومكة المكرمة والكويت والبحرين واليمن والعراق. الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات وعمان والساعة السادسة والنصف عصرا أو مساء ثلاثة ونصف عصرا أو مساء بتوقيت روسيا الجزائر والمغرب. والساعة الثانية والنصف ظهرا أو عصرا أو مساء بتوقيت جرينتش موريتانيا. متابعين القناة القناة متابعين الكرام القناة الناقلة لمباراة الدحيل أمام السلية هي قناة بي إن سبورتس اتش دي ومعلق المباراة باسم الزير وقناة الكاس الأولى أو كاس وان اتش دي ومعلق المباراة خليل البلوشي. كان معكم محمد نور الدين من قناة من الآخر الخلاصة أو أقول لك ترتيب الأول الدحيل والسلية في جدول الدوري القطري. زي ما احنا شايفين في الجدول الدحيل حاليا في المركز الرابع برصيد 12 نقطة بعد لعب سبع جولات أما السلية فهو في المركز الثامن برصيد 8 نقاط او 8 نقاط بعد لعب سبع جولات ايضا تمام الكرام اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان تلاقي الفيديو ونراكم فيديو اخر باذن الله تعالى كان معكم محمد نور الدين من قناه من الاخر خلاص والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته